السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. تبارك الله عليكم وليداتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وكلشي مزيان؟ كنتمنى من هاد ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وتكونوا بصحيحتكم، وتكونوا اي حاجة بغيتوها من عند ربي يعطيها ليكم، اي حاجة تمنيتوها من عند ربي تكون عندكم في الحين، اي حاجة وقفتوا عليها تلقاوها. بنياتي اللي باغي يتزوجوا الله يسهل عليكم، اللي كيقرا وباغي ينجحوا الله يرضي عليكم الله ينجحكم، اللي مزوجة وعندها مشاكل الله يتاويكم الخير، الله ييسر الامور للجميع يا ربي يا ساتر ربي. الفيديو ديال اليوم هو واحد الفيديو يعني ما عرفتش غنقول لكم عليه، واحد الفيديو اللي يعني قد ما هضرت عليه ما نوفيه شيء حقه، قد ما قلت عليه ما نوفيه شيء حقه. هذا الفيديو وليداتي وبنياتي راه يعني شي حاجه اللي مضمونه 100%، شي حاجه لي اي حاجه قلتها في قلتها على هذا الفيديو ما غادي شيء موفي لي حقه. كيف قلت لكم الفيديو ديال اليوم يعني ديال البنات اللي مقبلات على الزواج، وديال العيالات اللي مزوجين. اللي مقبله على الزواج نقول لك كيفاش ديري لها، واللي مزوجة غنقول لك كيفاش ديري لها. دابا هادي عندها جوج ديال الاستعمالات، اللي يلا عاد غتزوج عندها واحد الاستعمال، واللي مزوجة وفات ليها تزوجات عندها استعمال اخر، عندها طريقة اخرى باش تديرها. مكونات ديال هاد الوصفة هي اللباس ديالكم الدخلان، اللباس ديالكم بنياتي، اللباس ديالكم الدخلاني اللي كتلبسوا لداخل. هانتوما كيف كتشوفوا هذا يعني سوتيانات اللي كديروا العيالات والبنات، كلشي كيديرهم. كايناش دابا حتى شي وحده ما كديرهم، ماشي بحالنا حنا الناس ديال زمان كانوا شي عارفين هادشي. ايوا اي حاجه كتستعملوها عندكم في الدوش ديروها. انا عندي هنايا واحد 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 الدهنه، ها هي هادي، وعندي هنايا داك الصابون ديال الدوش، وعندي هنايا واحد الريحه، واحد الريحة كديرها في حوايجك. غادي نقول لكم دابا الطريقة كيفاش غادي ديروها بنياتي. البنات اللي عاد غادي يتزوجوا، سمعوني يا بنياتي مزيان مزيان، البنات اللي عاد غادي يتزوجوا غادي تمشوا عند مول الحانوت اللي كيبيع هادشي اللباس الدخلاني، غتمشوا عند مول الحانوت اللي كيبيع الحوايج هادو ديال الداخل، ويكون شي بلاصة اللي على القبلة، يكون على القبلة. يعني هذا اللي غادي تمشي عندو المرأة المزوجة هو نفسه هذا اللي غادي تمشي عندو شي وحدة اللي عاد غادي تزوج. غتمشيو عند شي مول الحانوت اللي كيبيع هاد الحوايج هادو، يكون على القبلة. تفاهمنا على هاد المسألة؟ ومن بعد غتمشي غتشدي عندو هادوك الحوايج الدخلانيين، ما تساوي شي معاه. قال لك 600 تعطيه 600، قال لك 50 درهم غتعطي 50 درهم، قال لك اللي قال لك اي حاجه قالها لك اي حاجه قالها لك كتخلصيها ليه، وكتزيدي خلفه مع الطريق وما كتلفتي شيء، كتزيدي خلفه مع كتخلصي فلوسو كيعطيك الحوايج ديالك، ومن موراها كتزيدي مع الطريق وما كتلفتي شيء على داك الحانوت باقي، ما غاديش تلفتي عليه. دابا ملي غتجيو للدار غنقول لكم شنو غديروا في طريقكم. ملي تكونوا غاديين جايين من عند هذاك مول الحانوت حتى للدار، غادي تبقاو تمشاو سبعة الخطوات، غتمشي سمعيني يا بنيتي مزيان، غتمشي سبعة الخطوات لقدام وترجعي. ايوا قلت لكم بنياتي، ملي تكونوا جايين من عند مول الحانوت اللي تقضيتوا عندو هاد الحوايج، شنو كديروا؟ كتمشاو ما كتلفتو شي عليه، كتمشاو مع الطريق كتحسبي سبعة الخطوات القدام من عند هذاك مول الحانوت، كتحسبي سبعة الخطوات وكترجعي، كتمشي سبعة وكترجعي بثلاثة الخطوات. سمعوني يا بنياتي مزيان،
سمعوني وسمعوني وسمعوني، راه هاد الهضره راه خصكم تطبقوها كيف ما هي، ما تخلو شي حتى شي حاجه في هاد الوصفه ما تزقلوهاش، كلشي ديروه. سمعتوني؟ اول حاجه قلنا تمشي عند مول الحانوت اللي يكون في القبله، ثاني حاجه ما كتساوي شي معاه على الثمن ديال هاد الحوايج هادو، تاخديهم بالثمن اللي قال ليك، كتجيبي كتشري داكشي، كتمشي 7 الخطوات من اللي كتشدي هذيك اللبسه، كتمشي 7 الخطوات على المحل ما كتلفتي شي عليه، كتمشي 7 الخطوات وكترجعي 4 الخطوات للور. سمعتوني يا بنياتي؟ كتمشي 7 وكترجعي 4 الخطوات. انتوما دابا ملي غتوصلي دارك بالصلاه والسلام عليك، شنو غادي ديري؟ غتدخلي غتضربيها بواحد التحميمه، دوشي تدويشه ديال الغدايد، تدوشي مزيان، تشدي. اسمعوني يا بنياتي، غتكوني تيدي يعني تكوني انتيا من قبل شديتي الماء ديال الراجل، الماء ديال راجلك تشديه وديريه في شويه، ديريه في شي حاجه تي شوفي فاش غديريه. وملي تبغي تدوشي تشدي هذاك الصابون ديال الدوش، هانتوما بحال هذا ولا اي واحد عندكم، تشدوا داك الصابون ديال الدوش تخلطيه معاه، تخلطيه مع الماء ديال راجلك ودوشي بيه، دوزي على كل شي ذاتك، دوزي عليها تخلي حتى شي قنط، كل شي دوزي عليها. وملي تخرجي شدي شي اي دهنه عندك، بحال دابا هادي كان اكلت، هادي جاتني صيفطوها لي الناس الله يخلف عليهم، شدي اي دهنه عندك ودهنيها على لحمك، وتلبسي هذاك اللباس اللي جبتي اللي شريتي. وملي تكوني كتلبسيه غتبقاي تقولي واحد الهضره، نقول لكم دابا شنو غتبقاي تقولي. هذيك الهضره ملي غتقولي غير تخرجي من الدوش الدهني ذاتك وتلبسي، وتبداي تبغي تلبسي هاد اللباس هذا، خلاص راجلك راه غادي يدخل للدار وهذا، شوفي كي ديري. المهم تيا نقي راسك ونقي ذاتك كيف قلت لك، تشدي الماء ديال راجلك ديريه تخلطيه مع شويه ديال الصابون باش كدوشي، وتغسلي بيه ذاتك كامل، دوزي على ذاتك كامل ما تخلي حتى حاجه، حتى قنط ما تخليه. وغت بزاف غدوزي بزاف على صدرك، دوزي عليه بزاف بهذاك الصابون، دوزي عليه بزاف بزاف وتشلي. وملي تخرجي من الدوش ديري اي دهنه عندك، دهني ذاتك مزيان، دهنيها مزيان وتولي ريحتك عاطيه، وتشدي داك اللباس اللي شريتي تبغي تلبسيه، اشنو غتقولي؟ انتيا كتقادي في داك اللباس وانتي كتلبسيه، تقولي شديتك بحبالي اللي تشوفني عمرك عليا تكالي، تقبل بهبالي وتعومني فلوس ودراري. نعاود نقول لكم شنو غتقولوا، شديتك بحبالي اللي تشوفني عمرك عليا تكالي، تقبل بهبالي وتعومني فلوس ودراري. تقوليها 20 خطرة، 20 خطرة وانتي كتقوليها، انتي جالسة وكتقدي في هاد الحوايج غير شوية عليك، ما تزربيش على راسك بشوية عليك حتى تقدي الامورات ديالك، وتقولي هاد الهضرة اللي قلت لك، تشديتك بحبالي ملي تشوفني عمرك عليا تكالي، تقبل بهبالي وتعومني فلوس ودراري. هاتي دابا قلتي هاد الهضرة 20 خطرة، وديري يدك على قلبك، ديري يدك على قلبك تخليها واحد 10 دقائق، غير انتي حطي يدك على قلبك وكتسمي، بسم الله الرحمن الرحيم، 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 كتقوليها 10 دقائق ولا ربع ساعة، قعدتي قد ما قديتي ديري يدك على قلبك وتبداي تقولي بسم الله الرحمن الرحيم، حتى تحسي براسك ارتاحيتي، حتى الا كان عندك شي خوف ولا شي حاجه تحسي براسك ارتاحيتي. هذه بالنسبه للمراه اللي مزوجه، دير هكا.
بالنسبه للبنت اللي عاد غادي تزوج هنقول لكم شنو غادي دير. قلت لكم بنياتي بالنسبه للبنات اللي عاد غادي يتزوجوا شنو غادي يدير، غادي يدوشوا بحالهم بحال المراه اللي مزوجه، ولكن هي البنت اللي عاد غتزوج ما غاديش يكون عندها ما ديال راجلها. شنو غدير؟ غادي تدوش مزيان ودهن ذاتها كامل، غدهنها باي دهن عندها، وتشد هذيك الريحه اللي قلت لكم على باب بحال هادي ولا بحال هادي اللي كتشوفوا هنايا ولا اي وحده عندكم، شنو غديروا بها؟ تشدوها ديروها على هاد الحوايج هادو، وتمشي تروح لدارها عند راجلها. ملي يدخل عليك راجلك، ملي يدخل عليك ضربيه، ضربيه بيدك اليمنيه، ضربيه على كتفو. ايوا غير ضربيه على كتفو، وانتي في خاطرك كتقولي شديتك بحبالي، ملي تشوفني عمرك عليا تكالي تقبل بحبالي تعوق لي فلوس ودراري. هانتوما سمعوني يا بنياتي، تقولي شديتك بحبالي ملي تشوفني عمرك عليا تكالي تقبل بحبالي وتعوق لي فلوس ودراري. الليله الاولى اللي غيدخل عليك راجلك حاولي يعني تقيسيه في ديك البلاصه، وشدي شويه من الماء ديالو ودهني به صدرك، دهني به صدرك كله دهنيه. ايوا يا بنيتي، ملي تناسي مع راجلك، ملي تكوني ناسي مع راجلك كيف ما قلت لكم، تحاولي يعني تشدي شويه من الماء ديالو وتحكي به صدرك كامل، تحكي به صدرك كامل، وتعاودي تقولي عاوتاني شديتك بحبالي ملي تشوفني عمرك عليا تكالي تقبل بحبالي وتعومني فلوس ودراري. تبقي تقوليها ثلاثه الخطرات، هاد المره غير ثلاثه الخطرات. ايوا ملي تسالي نوضي في حالك باش تدوشي، ولا هذا في الصباح دوشي، وملي حاولي تفيقي بكري تخرجي باش تدوشي قبل ما يفيق راجلك. وملي يفيق يلقاك كي النوار حداه، يلقاك كي النوار، شوفي كي ديري، دوشي نقي راسك، قدي حالتك، قدي كلشي المسائل ديالك، وتلقي ليا السوالف ديك ساعتين. ايوا شوفي شنو ديري معاه ملي قبل ما يفيق، تلحلحي عليه وفيقيه بشويه، وانتم عارفين شنو كيكون النهار الاول. وردوا عليا الخبار، وردوا عليا الخبار بناتي ووليداتي وكاع البنات العيالات اللي مزوجين، راه هاد الوصفه راه ما كاينش بحالها، كاع الناس اللي داروها راه لقاو عليها الحمد لله. والله يعاونكم بنياتي، والله يرضي عليكم، والله ييسر للجميع وكل واحد، الله يتاويه الخير يا ربي امين. ايوا نهاركم مبروك، والله يعاونكم، الله ييسر الامور يا ربي امين.